الله في برنامج أكلة ولمة. أكلتنا اليوم قابولي شباص، قابولي روبيان بالطريقة العمانية. تابعونا. سمن القلي ملعقتين، بهارات المخلوطة. أول ما تبدأ ريحة البهارات تطلع ضيف ملعقة الثوم، ملعقة الزنجبيل، ونضيف الروبيان. ممكن نخليه مع الرؤوس، اللي يريد يتخلص من الراس ما مشكلة، بس أنا يعجبني أحطه مع الراس لأنه يمسك البهارات التست مال الخلطة. الروبيان إذا خليته 10 دقائق في الخلطة يخترب عليك، يطلع جاف ويتغير الطعم، بس مجرد يتغير لونه نحط عليه ماي الطبيخ. ضيف 2.5 كوب ماء، ملح حسب الرغبة، بصل محمر. بعد ما يغلي الماء ضيف له الرز 1 كوب، والهيل المطحون. الهيل يتماشى مع السمك، الروبيان، العوال، ونخليه لحد ما ينصع الماء وينضج الرز. راح نغطي عليه ونخليه على نار هادية لمدة 5 دقائق. وهذا الشكل النهائي لقابولي الروبيان زيناه بالبصل المحمر والقلقلان. صحتين وعافية، انتظرونا في الحلقة القادمة.